إن الحمد لله تعالى، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، هي وصية الله للأولين والآخرين. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فاتقوا الله عباد الله. ثم أما بعد، حادثة شتم النبي صلى الله عليه وسلم تتكرر بين فينة وأخرى. فمر يشتم النبي صلى الله عليه وسلم في بلجيكا، ومر يرسم كاريكاتير على رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرنسا، ومر يستهزأ برسول الله صلى الله عليه وسلم من منافق العرب، فيقال أن شريعته خرافة وأنها عودة إلى الكتب الصفراء، ومر تجد آخر ملحد يستهزئ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتتكرر هذه الحوادث، والسبب في ذلك أن ليس للإسلام صولة ولا دولة ولا جولة تدافع عن حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال البعض أن النبي صلى الله عليه وسلم شتم وأوذي بأكثر من ذلك لما كان بمكة، ولم يصدر منه شيء صلى الله عليه وسلم، وإنما أمر بالإعراض عن الجاهلين. وهذا القول صحيح، إنما كان ذلك في العهد المكي، يوم أن لم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم دولة، ولم يبسط الإسلام ذراعه ولا جناحه على الأرض، ولم تكن للصحابة مكانة كما كان لهم في المدينة. كان ذلك أمر من الله تعالى بأن يكفوا أيديهم. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة؟ ففي العهد المكي نعم شتم النبي صلى الله عليه وسلم، سب النبي صلى الله عليه وسلم، ضرب النبي صلى الله عليه وسلم، استهزئ بالنبي صلى الله عليه وسلم، قيل إنه ساحر، قيل كاهن، قيل يعلمه بشر، بصقوا في وجهه، وضعوا سل الجزور على ظهره، وتحمل صلى الله عليه وسلم في سبيل إبلاغ الرسالة. لكن بعدما استقر الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم وصارت له دولة وأتم الله الإسلام، قطع النبي صلى الله عليه وسلم لسان كل منافق ورأس كل معاند. ما في لعب، لما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، كعب بن الأشرف سيد من سادات اليهود تشبب في نساء النبي، يعني قال شعرا في حريم النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله فقطعت عنقه. عبد الله بن أبي الحقيق كان خارج المدينة في خيبر، وكان يسب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: من لابن الحقيق فإنه آذى الله ورسوله. فسرى إليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقتلوه. لله در عصابة لاقيتهم يا ابن الحقيق وأنت يا ابن الأشرف، أي لقيت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقتلوا. وكانت امرأة زوجها كفيف أعمى لا يرى، إذا رجع إلى البيت يتأخر عند النبي صلى الله عليه وسلم يسمع إلى الأحاديث ثم يرجع إلى البيت، فإذا رجع إلى البيت تأخر: وين كنت؟ قال: والله كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم. فجعلت تقع برسول الله، تسب النبي صلى الله عليه وسلم، ما خرك عن بيتك، دائما عند النبي تصلي معه في المسجد. فجعلت تقع برسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ بيده رمحا واتكى عليه وهو كفيف، فوضعه في بطنها وغرزها وماتت، والنبي صلى الله عليه وسلم أهدر دمها. هذا بعدما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، صار ما يجوز أحد يتعدى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. دعوني في هذه الخطبة حتى لا تموت مكانة النبي صلى الله عليه وسلم في نفوسنا. نحن لا نتكلم عن ردود الأفعال، تكلم إحنا كمسلمين يجب أننا نعظم النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يرضى الإنسان أن يتعدى أحد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف توقير الله للنبي فوق خيالك، فوق ما تتصور. أنت تتصور أن النبي صلى الله عليه وسلم بس إذا قيل رسول قلت صلى الله عليه وسلم، تصور أن حبك للنبي صلى الله عليه وسلم هو لوجو تضعه على الواتساب ونغير والله اللوجو، كلنا نقول نحن مع محمد ونحن نحب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا تصور بعض الناس، أن حبنا للنبي صلى الله عليه وسلم شعارات، أو حبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات، أو حبنا لرسول الله استنكار. أنا بس أبعرض عليكم
كيف أن الله تعالى جعل حب النبي بل تعظيم النبي، تعظيم أكبر من الحب، هو جزء من الإيمان، جزء من إيمانك أنك تعظم النبي صلى الله عليه وسلم، مو تحبه، تعظمه، لأن التعظيم أكبر من المحبة. أنا يمكن أحب أولادي بس ما أعظمهم، ممكن أحب خدمي بس ما أعظمهم، ممكن أحبكم بس ما أعظمكم، يعني أجعل لكم المهابة والمكانة والقدسية والكرامة العظيمة. ممكن أحب إنسان بس ما أعظمه، يمكن عيالي يحبوني بس ما يعظموني، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لازم حبه مقرون بالتعظيم. إن تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وإجلاله وتوقيره شعبة عظيمة من شعب الإيمان، هذه الشعبة غير شعبة المحبة. لذا قال الله تعالى: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه، والضمير راجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الله تعالى: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فأبان الله سبحانه وتعالى أن على أمة النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون معزرة موقرة تهاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر أن الفلاح إنما يكون لمن جمع بين الإيمان والتعزير. تؤمن بالله ورسوله، لا تعزر ولا توقر ولا تعظم النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يقع. قال الإمام الحليمي، اسمعوا الكلام العجيب هذا، قال الإمام الحليمي رحمه الله: فمعلوم أن حقوق النبي صلى الله عليه وسلم أجل وأعظم وأكرم وألزم لنا وأوجب علينا من حقوق جميع السادات على ممالكهم والآباء على أولادهم، لأن الله تعالى أنقذنا به. اللي قاعد يسوون عليه كاريكاتير، اللي يضحكون عليه، اللي يضعونه على إنسان على أنه إنسان همجي أعرابي صلى الله عليه وسلم، قال: لأن الله أنقذنا به من النار في الآخرة، وعصم به أرواحنا وأبداننا وأعراضنا وأموالنا وأهلينا وأولادنا في الدنيا العاجلة، فهدانا الله تعالى به لما إذا أطعناه فيه أدانا إلى جنات النعيم. فأية نعمة توازي هذه النعمة، وأية منة تداني هذه المنة. ثم إنه جل ثناؤه ألزمنا بطاعته، وتوعدنا على من عصاه أو تنقص منه بالنار، ووعدنا باتباعه بالجنة. فأي رتبة تضاهي هذه الرتبة؟ أي درجة تساوي هذه الدرجة العالية؟ فحق علينا أن نحبه ونجله ونعظمه ونهابه أكثر من إجلال كل عبد لسيده وكل ولد لوالده. ومثل هذا ينطبق علينا في تعاملنا مع سننه صلى الله عليه وسلم. وقد وردت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تحث على ذلك. ففي القرآن الكريم آيات كثيرة جاء فيها التأكيد على هذا الحق من حقوقه صلى الله عليه وسلم، وخاصة في حقوق تعامل الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى التعظيم والإجلال للنبي صلى الله عليه وسلم، أن الله نهانا أن نناديه باسمه، هذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم، حتى عياله حتى زوجاته ما يصير تنادي النبي صلى الله عليه وسلم باسمه، ولا واحد ينادي النبي باسمه، فلا يقول يا أحمد ولا يقول يا محمد، حتى ما يقول يا أبا القاسم، وإنما ينادى صلى الله عليه وسلم بنوع من التفخيم ونوع من التعظيم والإجلال. هذا مو كاريكاتير راسمين عليه، هذا نداء، بس نداء. غضب الله على الناس إذ ينادون النبي باسمه المجرد، لأن له مكانة عالية عند الله تعالى. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. روى الطبري بسنده عن مجاهد في التفسير: أمرهم الله تعالى أن يدعوه يا رسول الله في لين وتواضع، ولا يقول يا محمد أو ينادونه يا أحمد أو ينادونه يا أبا القاسم في نوع من التجهم. وأمرهم أن يفخموه وأن يشرفوه صلى الله عليه وسلم. اسمع ما قال شيخ الإسلام تيمية، اسمع الكلام عاد الآن. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: خص الله نبيه بهذه الآية بالمخاطبة بما يليق به، فنهى أن يقال يا محمد، ونهى أن يقال يا أحمد، أو أن يقال يا أبا القاسم، ولكن يقول يا رسول الله، يا نبي الله. وكيف لا يخاطبونه بذلك والله أكرمه في المخاطبة؟ الله يحدث النبي، خاطب النبي، يقول له يا نبي الله. لما أكرم الله نبيه بالمخاطبة، ما أكرم نبيا بمثل هذا الخطاب. ألم ترى أن الله حينما خاطب النبي قال له: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها، يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك،
يا أيها النبي اتق الله، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، يا أيها المزمل، يا أيها المدثر، يا أيها النبي حسبك الله. قالها كثيرا، لا يناديه إلا بالنبي ويناديه بالرسول. أو مثل هذا النبي صلى الله عليه وسلم يستهزأ به؟ أو مثل هذه الرحمة العظيمة الذي جاء رحمة للبشرية يتمسخر به ويرسم عليه الكاريكاتيرات صلى الله عليه وسلم؟ بينما نادى الله كل الأنبياء بأسمائهم، فقال يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة، وقال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، وقال يا نوح إنه ليس من أهلك، وقال يا إبراهيم أعرض عن هذا، يناديهم الله تعالى بأسمائهم، وقال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، وقال يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، وقال يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك. فهذه عبارات التلفظ، الله تعالى يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم بنداء النبوة. فإذا كان الخطاب فلا ينادى إلا بالنبي، أما بالشهادة والإعلام فممكن تقول أشهد أن محمد رسول الله. إذا تريد أن تعلم الناس وتشهد ممكن أن تقول محمد، لكن إذا أردت أن تخاطبه فإنك لا تخاطبه إلا بنداء النبي، فتقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. هذا نوع من الإعلام، كما قال الله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، هذا نوع من الإخبار. ففي الإخبار يسميه الله تعالى باسمه، وفي النداء فإنه لا ينادى صلى الله عليه وسلم إلا باسم النبي. وقال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، وقال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، وقال والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد. لما تخبر تقول أنا أؤمن بمحمد، لكن لما تناديه فهناك فرق بين المخاطبة ومقام الإخبار. وهذا الكلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، هذا جزء من تعظيم الله تعالى لرسولنا صلى الله عليه وسلم. ومن تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أن الله حرم أن تتقدم بين يديه بالكلام. اقتراحات ممنوع، ممنوع تقترح. شوف تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، ما يصير تقترح، النبي قاعد لا تقترح، ما يصير. حتى يسألك ما جاوب، كانوا يخشون من أن ذلك يحبط أعمالهم. فممنوع أن تتقدم بآرائك وأفكارك واقتراحاتك أمام شرع الله تعالى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ناطق عن الله، فإذا تكلم فهو يتكلم عن الله، ففي حبه حب الله، وفي كراهيته كراهية لله، وفي سبه سب لله، وفي رضاه رضا الله سبحانه وتعالى. فما يجوز أن تتقدم بين يديه أبدا. نهى الله تعالى المؤمنين أن يتكلموا أو أن يسبقوه أو أن يقترحوا بين يديه إذا هو ما طلب منهم. شوف التعظيم، قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. إياكم أن تتكلموا بين يديه أو تقدموا آراءكم على رأيه، أو قوانينكم على قوانينه، أو شريعتكم على شريعته، أو أعرافكم على دينه. ما يجوز تتقدم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. قال ابن كثير لا تسارعوا في الأشياء بين يديه أي قبله، بل كونوا تبعا له في جميع الأمور. فالغرض منه أن إن أخر رأيه صلى الله عليه وسلم فانتظروا ولا تجتهدوا بين يديه صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الحليم والمعنى لا تقدموا قولا ولا تقدموا فعلا بين قول النبي صلى الله عليه وسلم لا في دين ولا في دنيا، ما تقدمون على أمر صلى الله عليه وسلم. يعني إذا النبي صلى الله عليه وسلم حكم أن الربا حرام ما يجوز تروح تقول الربا حلال، إذا النبي قال الخمر حرام ما يجوز تقول الخمر حلال، إذا النبي قال الزنا حرام ما يصير تقول الزنا حلال. هذا تقدم بين يدي الله ورسوله، تحبط أعمالكم، يعني أعمالكم باطلة، يعني تكفر، يعني ترتد، يعني تدخل جهنم،
تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إذا تقدم آرائك على آراء النبي صلى الله عليه وسلم عملك يحبط، تخرج برا الملة، لا يقبل الله منك صرفا ولا عدلا، لأن خلاص هذا نبي، هذا رسول يتكلم عن الله، يعني ناطق عن الله، يعني اللي يقوله هو اللي قال الله سبحانه وتعالى. لذلك قال الحليمي: لا تقدموا قولا ولا فعلا بين قول النبي صلى الله عليه وسلم على حتى تأخذوا منه أمر دينكم ودنياكم، بل أخروا أقوالكم وأفعالكم إلى أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. شوف تأدب الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم وين وصل. شوف التأدب. ذكر الإمام البخاري أن الصحابة حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي بكر نفيع بن الحارث الثقفي، حجي مع النبي صلى الله عليه وسلم. أحد ما يعرف أن احنا بالحج كلهم واقفين بالحج، أحد ما يعرف احنا بشهر ذي الحجة كلهم عارفين بشهر ذي الحجة، أحد ما يعرف المكان كلهم عارفينهم في عرفة، لكن يخافون يتقدموا بين يدي الله ورسوله. قال: وقفنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أي شهر هذا؟ لو احنا كان ألف ملقوف قال والله نحن في شهر ذي الحجة، أي شهر في الحج واقفين كلهم واقفين، قال: أي شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. ما ندري. شوف التأدب بين يدين، ما يتقدمون، يخافون تحبط أعمالهم، مو يستهزئون في سنته. قالوا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس هذا ذو الحجة؟ قلنا: بلى. قال: أي بلد هذه؟ بعد أحد ما يعرف مكة كلهم واقفين في مكة. قال: أي بلد هذه؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. ما تكلم، خاف تحبط أعمالنا. قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليست البلدة؟ يعني هذا البلد الحرام؟ قلنا: بلى. قال: أي يوم هذا؟ يوم عرفة، كلهم واقفين بعرفة. قلنا: الله ورسوله أعلم. ما ندري، الله ورسوله أعلم، ما نتكلم. قال: فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس هو يوم النحر؟ يعني هذا اليوم هو يوم النحر؟ أليس ذلك؟ قلنا: بلى. فالحديث هو فيه صورة من صور الأدب والتحرج مع النبي صلى الله عليه وسلم بعدما سمع الصحابة النداء من الله أن لا يتقدموا بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. بعد من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم: منع الله أن ترفع صوتك بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا وميتا، حي بحياته، ميت عند قبره، بعد وفاته تتلاسن وترفع لسانك على شريعته وعلى أقواله صلى الله عليه وسلم. فنهى الله تعالى أن يرفع الصوت فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن تجهر له بالقول، يعني ترفع كلامك وأنت تتكلم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يحبط عملك، يروح عملك وأنت لا تشعر، فيجهر الرجل للرجل. وهذا من باب الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فألزمهم بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا تعرفون في من نزلت هذه؟ نزلت في خير الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، في أبو بكر وعمر. يقال: هلك الشيخان، خفنا أن يهلكون. أبو بكر وعمر في عام التاسع، عام الوفود، جاء وفد تميم، فلما دخلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤمر عليهم أمير. اختلف أبو بكر وعمر. أبو بكر يقول: حط عليهم القعقاع ابن القعقاع التميمي، القعقاع بن واقد. وقال عمر: ضع عليهم عيينة بن حصن، هذا سيد وهذا سيد. فاختلفوا: لا حط هذا، لا حط هذا. فارتفعت أصواتهم، فأنزل الله تعالى هذه الآية: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول، فخافوا أن يهلكوا بهذه الآية. وقيل أن ثابت بن قيس بن شماس صحابي صوت عالي، تكلم بصوت جهوري، لما نزلت هذه الآية أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون انخش، اختفى، ففقده النبي صلى الله عليه وسلم. فأرسل واحد يسأل عنه، فقال: حبط عملي، فأنا من أهل النار، أنا لأني كان صوتي عالي، لما أتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أتكلم بصوت عالي. فأنزل الله تعالى: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا، يعني أعمالكم تروح، صلاتكم، صومكم، زكاتكم، كلها تروح، ما أقبلها منكم، وتدخلون جهنم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بشره، بل أنت من أهل الجنة. قال: أنت مو من أهل النار، أنت من أهل الجنة. فجاء فرحا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من حقه وتعظيمه صلى الله عليه وسلم. بعد أزيدكم أكثر، ومن تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم: يلزم الناس أن يتابعوه فيما يفعل صلى الله عليه وسلم.
فإذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم شيء على الناس أن يفعلوا مثله صلى الله عليه وسلم. الرضا نفس، ليست نفوسكم أكرم على الله من نفسه صلى الله عليه وسلم، ولستم أنتم أفضل على الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز التخلف عنه. طبعا لمن كان معه في المدينة إذا خرج للجهاد لا يجوز أن يتخلف عنه أحد، وإذا عزم على أمر تمشون معه وتكونون معه صلى الله عليه وسلم. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. يعني ما يجوز تقول والله أنا خايف وكيف هو خلي يروح يموت، ولا أنا والله نفسي عزيزة، ولا أنا ما تحمل. ما يفعله هو افعله أنت. قال الإمام الحليمي: فأعلمهم أن نفس النبي صلى الله عليه وسلم أكرم وأشرف وأزكى وأجمل من أنفسهم، فلا يسعهم من ذلك أن يصرفوا أنفسهم عما لا يصرف نفسه هو. إذا هو يجاهد لازم تجاهدون، إذا هو يخرج لازم تخرجون، إذا هو يضحي لازم تضحون كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز لكم يا أهل المدينة أن تتخلفوا عنه إذا خرج لجهاد أعداء الله معتذرين بشدة حر أو طول طريق أو وزماء أو قلة زاد، بل يجب عليكم أن تفعلوا وتخرجوا معه وتكونون كالحلقة بالمعصم حوله صلى الله عليه وسلم. شوف تعظيم الله لنبينا صلى الله عليه وسلم، اللي مسوينا مسخرة، مسوينا كاريكاتيرات، ومسوينا ضحوكة يضحكون عليه، لكن مع الأسف من يدافع؟ الشكوى إلى الله سبحانه وتعالى. لكن أنا أهم شيء في نفوسنا لا تقل محبة النبي صلى الله عليه وسلم. لا تسهلون الأمر تقول لا والله عادي حرية تعبير إنسانية، لا، هو في نفوسنا عظيم. الله ينتقم ممن آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى: إنا كفيناك المستهزئين سيكفينا الله تعالى شرهم. لكن في نفسك يجب أن يعظم النبي صلى الله عليه وسلم، لا تنزل العظمة هذه، لا تقول والله عادي، لا مو عادي. الأمر النبي في نفوسنا عظيم صلى الله عليه وسلم، وهو خير خلق الله، هو بابك إلى الجنة، ما تدخل الجنة من غيره أصلا، ما تدخل الجنة من غيره، ولذلك حقه عظيم. شوف بعد حقوق النبي أزيدك أكثر: لا يجوز للناس أن يتباسطوا، يضحكون، يتقشمرون أمامه صلى الله عليه وسلم توقيرا لمجلسه. ما يقعدون يستنسون ولا يدخلون بيته بغير إذن، والله عادي كأنها دوانية ولا كأنها مجلس نمون عليه، افتح وادخل، اقعد انتظر الطعام. نهاهم الله تعالى عن ذلك توقيرا لرسوله صلى الله عليه وسلم. ما يجوز التباسط، الضحك والتنكت والغشمرة أمام ما يصير، هذا له قدر عظيم عند الله تعالى توقيرا له. كما قال الله تعالى: لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إيناه. يعني لا تقعدون تطولون في بيت النبي تنتظرون متى يطبخ الطعام هذا وتسولفون، إلى طعام غير ناظرين إيناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا، مو مجلس مفتوح، إذا قالكم تعالوا فادخلوا، فإذا طعمتم فانتشروا، من تخلصون مشوا، ماكو قاعدة، ما في سوالف، تقديرا لهذا النبي العظيم. شوف خصوصيات مجلسه، الله من فوق سبع سماوات قرآن ينزل يرتب للناس كيف يتعاملون في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث، ما يصير مجلسه يصير أمس، ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم. النبي يستحي ما يتكلم، الله من فوق سبع سماوات يدافع عنه، والله لا يستحي من الحق. يعني الله يقول لكم إذا كليتوا امشوا، امسكوا الباب، لا تطولون عند النبي صلى الله عليه وسلم. فنهاهم الله أن يعاملوا النبي صلى الله عليه وسلم بالتوسع في الانبساط والاسترسال، كما يعامل من لا يهاب ولا يتقى صلى الله عليه وسلم. وهذا كله مما يدل من حقه أو من عظم حقه صلى الله عليه وسلم على أمته. بعد، وأمر النبي وأمر الله أنه إذا ذكر النبي صلينا عليه، والصلاة عليه رحمة ومغفرة، مو بس أنتم تصلون عليه لأنكم تخافون منه وهو نبيكم، لا، حتى الملائكة العظام اللي النبي ما له سلطة عليهم يصلون عليه، حتى رب العالمين الذي يحبه بعد يصلي عليه، مو بس أنتم تصلون عليه، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وين أعظم درجة من هذه؟ منو عطني نبي الله قال عنه إن الله وملائكته يصلون على النبي؟ قل لي نبي الله قال عنه إن الله يصلي على إبراهيم ولا إسماعيل وملائكته وكل المؤمنين. هذه من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، أن الله في علاه وملائكته عليهم الصلاة والسلام والملائكة المكرمين والمؤمنين يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا تعظيما لشأنه، وكذا الملائكة المقربون، وكذا حملة العرش وحفظته الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وفيه بيان لعظيم منقبة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الملك
قد يأمر بإكرام شخص ولا يكون هذا الشخص له مكانة عنده. يعني ممكن الله يقول أنتوا صلوا بس ما له مكانة عنده، ما عظمه. ممكن أقول حق عيالي حبوا خالكم بس أنا ما أحب خالكم أصلا، ممكن. لكن الله يقول أنا أحبه وملائكتي تحبه وأنتوا حبوا بعد، أي مكانة أعظم هذه نالها النبي صلى الله عليه وسلم. والأهم من ذلك، خلونا الآن ندخل في الأهم، لعن الله لمن سب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما عليها، طولت عليكم شوي لكن قضية مهمة. لعن الله يعني طرده من الرحمة، يطرد من رحمة الله لمن سب رسوله صلى الله عليه وسلم. من يسب رسول الله كأنه سب الله، اللي تعدى على رسول الله كأنه تعدى على الله. فمن سب النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله لعنه، طرده من رحمته. إن كان مسلم يغسل يده من الإسلام، كفر وارتد. وإن كان ذمي انتقض عهده، أو معاهد انتقض عهده. وإن كان كافر الله تعالى طرده من رحمته إذا استمر على ذلك ولم يتب. قال الله تعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. اللي يؤذي الله ويؤذي الرسول، أنت تقدر تؤذي الله؟ ما تقدر تؤذي الله، لكن جعل أذية النبي أذية لله. ما حد وين توصل لله أنت؟ قال يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ما تقدر توصل لله، لكن أذيتك للنبي صلى الله عليه وسلم هي أذيتك لله. قال إن الذين يؤذون الله ورسوله، يعني يؤذون الرسول صلى الله عليه وسلم، لعنهم الله يعني طردهم من رحمته في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. خلصنا، هذا النبي الحال الآن. بعدين قال والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. إذا تأذي المؤمنين هذا إثم مبين، لكن الله ورسوله شيء ثاني. شوف فصلهم، إن الذين يؤذون الله ورسوله هذا الحال، هذا فيه لعن وكفر وعذاب مهين. واللي يؤذي المؤمنين هذا ارتكب إثما عظيما وبهتانا عظيما. فالله تعالى من تعظيمه لنبيه صلى الله عليه وسلم حفظ له كرامته وصان له حقه، ففرق بين من آذاه وآذى المؤمنين، فأوجب على من آذى النبي صلى الله عليه وسلم بالسب واللعن، أوجب عليه اللعن والطرد من رحمة الله. وهذا حكم من آذاه بالكفر، يعني من سب النبي صلى الله عليه وسلم فقد كفر، وفي الآخرة له العذاب المهين ومصيره إلى جهنم وبئس المصير. بينما حكم على من آذى المؤمنين بالبهتان والإثم، ففرق بين الحكمين أن من سب المؤمنين أثم ومن سب رسول الله صلى الله عليه وسلم كفر. اسمعوا كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وهذا كلام عالم كبير له كتاب الصارم المسلول على شاتم الرسول، كتب كتابا كبيرا في من سب النبي صلى الله عليه وسلم. قال استدل بهذه الآية شيخ الإسلام تيمية رحمه الله إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا على وجوب قتل من آذى النبي صلى الله عليه وسلم. من سب النبي صلى الله عليه وسلم شرعا يجب أن يقتل، طبعا يقتل الحاكم، حاكم بأمر الله ليحكم بشريعة الله يقتله لأنه سب الله ورسوله. قال على وجوب قتل من آذى الله ورسوله، واستدل بهذه الآية. قال أن الله تعالى قرن أذاه بأذاه، يعني قرن بين أذية الله وأذية النبي صلى الله عليه وسلم، فمن آذى النبي صلى الله عليه وسلم فقد آذى الله. قال وقرن طاعته بطاعته، ومن طاع النبي صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله، وقد جاء ذلك منصوصا عليه. ومن آذى الله فهو كافر حلال الدم، بين ذلك أن الله تعالى جعل محبة الله محبة للنبي صلى الله عليه وسلم، إرضاء الله إرضاء للنبي صلى الله عليه وسلم، طاعة الله ورسوله شيء واحد، محبة الله هي محبة النبي، محبة النبي هي محبة الله، طاعة النبي هي طاعة الله، أذية النبي هي أذية الله. قال الله تعالى والله ورسوله أحق أن يرضوه. شوف مع بعض، تراضي الله يعني رضيت الرسول، تراضي الرسول يعني رضيت الله، والله ورسوله أحق أن يرضوه، فوحد الضمير، وفي ذلك إشارة إلى أن إرضاء الله إرضاء للنبي صلى الله عليه وسلم، وإرضاء النبي صلى الله عليه وسلم إرضاء لله تعالى. قال الله تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، تبايع النبي كأنك تبايع الله سبحانه وتعالى. وقال الله تعالى يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، وجعل شقاق الله ورسوله يعني مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم ومحادة النبي صلى الله عليه وسلم وأذى النبي صلى الله عليه وسلم ومعصية النبي صلى الله عليه وسلم واحدة، كأنها أذى الله. إن تعصي النبي عصيت الله، تؤذي النبي أذيت الله، تشاق النبي شقيت الله، تحاد النبي حادت الله. قال الله تعالى ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله
ومن يشاقق الله ورسوله. قال الله تعالى: إن الذين يحادون الله ورسوله، قال تعالى: ألم يعلم أنه من يحادد الله ورسوله، وقال: ومن يعص الله ورسوله. وفي غير هذه من العبارات التي فيها التلازم، وأن جهة حرمة الله ورسوله جهة واحدة، حرمة الله كحرمة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن آذى النبي صلى الله عليه وسلم، خلاصة، فمن آذى النبي صلى الله عليه وسلم فقد آذى الله، ومن أطاع النبي صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله. لأن ما هو السبب؟ ليش من أطاع النبي فقد أطاع الله؟ لأن الأمة لا يصلون إلى الله تعالى ولا إلى ما بينهم وبين ربهم إلا من خلال الله سبحانه، إلا من خلال النبي صلى الله عليه وسلم. فليس لأحد منهم طريق غير النبي صلى الله عليه وسلم، وليس لك سبب يوصلك بالله سوى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أقامه الله مقام نفسه، انتبه للعبارة، أقامه الله مقام نفسه. النبي يقوم مقام الله تعالى في أمته، في أمره وفي نهيه وفي إخباره وفي بيانه، فلا يجوز أن يفرق بينه وبين رسوله صلى الله عليه وسلم في شأن من هذه الأمور. ثم أن الله لعن الذين يسبون النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، وأعد لهم عذابا مهينا، واللعن الإبعاد عن الرحمة والطرد من الرحمة في الدنيا والآخرة، ولا يطرد من رحمة الله إلا كافر. فإن المؤمن يقرب إلى الله تعالى بعض الوقت، ولا يكون مباح الدم، لأن حقن الدم رحمة. وأما من سب النبي صلى الله عليه وسلم فقد أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه، وبذلك يكون من سب النبي صلى الله عليه وسلم إن كان مسلم يكفر، وإن كان معاهد ينتقض عهده، وإن كان غير ذلك فينقطع سببه، فقد بارز الله بالمحاربة وطعن في كتاب الله. ليش سب النبي كبيرة؟ ليش سب النبي كفر؟ ما هو السبب؟ قال: لأن من سب النبي صلى الله عليه وسلم فقد تعلق بهذا السب حق الله سبحانه وتعالى، من حيث أنه كفر بهذا الرسول، وعاد أفضل الأولياء وبارزه بالمحاربة، ومن حيث أنه طعن في كتابه ودينه، يعني كتاب الذي جاء به والدين. فإن صحة القرآن وصحة الدين موقوفة على صحة وصدق هذا الرجل. ومن طعن في ألوهية الله الذي أرسل هذا الرسول فقد طعن بالمرسل، يعني طعنت بالله إن أرسل إنسان إلينا، ليس كفر. فإنك حينما تسبه فكأنما سببت المرسل، وحينما تكذبه فكأنما كذبت الله. فإنكارك لكلامه إنكارك لكلام المتكلم الأول، وهو الله سبحانه وتعالى. ولذلك من تعدى على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسب أو الشتم أو النقيصة فقد تعدى على الله سبحانه وتعالى. قصدي من هذه الخطبة أن يرجع التعظيم مرة ثانية إلى نفوسنا، ولا تستهين في موضوع سب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا في التنقص من شريعته، ولا في الاستهزاء من سنته. نعم، قد لا نملك شيئا، لكن نملك تعظيم رسولنا صلى الله عليه وسلم، ولا نرضى ونشمئز من ذلك. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يأخذ الحق في من تعدى على رسولنا صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز أن تقول: والله هذا النبي كان يشتم وسكت. هذا كان في العهد المكي، قبل أن تنزل الآيات التي فيها قصاص على من تعدى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعظيما وتوقيرا وإجلالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا كله واجب من يحكم بشرع الله عز وجل أن ينتقم لنبيه صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى الهدى والتقى والعفاف والغنى. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، خير خلق الله والمرسلين، صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أنتم يا أهل الإسلام لكم حق على من سب نبيكم صلى الله عليه وسلم، فمن سب نبيكم فقد تعلق به حقوق جميع المؤمنين في هذه الأمة وغيرها من الأمم التي تؤمن بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فإن قيام أمر ديننا ودنيانا وآخرتنا، بل عامة الخير الذي يصلنا في الدنيا والآخرة، إنما هو بواسطة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالسب لهذا النبي السفير الذي نقل لنا مرادات الله تعالى أعظم عندنا من سب أنفسنا، ومن سب آبائنا وأبنائنا، وسب جميعنا. كما أنه صلى الله عليه وسلم أحب إلينا معشر المؤمنين
من أنفسنا وأولادنا وآبائنا والناس أجمعين. فمن سب النبي صلى الله عليه وسلم فقد سبنا كلنا أصلا. لما يقول نبينا كذاب، لما يقول نبينا شهواني، لما يقول نبينا مشعوذ، معناته ديننا كله قاعد يسبنا احنا أصلا، لأنه قاعد يسب ديننا، فهو سفيرنا وواسطتنا عن الله تعالى. معناته دينكم كله غلط، دينكم كله كلام فاضي. بعد خذ من حقوق النبي وتعظيم الله له، من تعظيم الله تعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم، كان الأنصار يستخدمون كلمة راعنا. هذه كلمة كانت تستخدم الأنصار، راعنا يعني ساعدنا، ساعدني أساعدك، عطني أعطيك، هذه كانت مستخدمة عند الأنصار. راعنا عطني عشان أعطيك، نزل لي عشان أنزل لك، أخدمني عشان أخدمك. هذه الكلمة كانت تستخدمها الأنصار، وكان اليهود يستخدمونها نوع من الاستهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأنصار بطبيعتهم كان يأتون للنبي صلى الله عليه وسلم يقولون يا رسول الله راعنا، فنهاهم الله عن استخدام هذه العبارة، لأن فيها إشعار عطنا عشان نعطيك، إذا ما عطيتنا ما نعطيك. فنهاهم الله تعالى، قال يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا أمهلنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. قال المفسرون هذه لغة كانت عند الأنصار، نهوا عن قولها تعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتبجينا له، لأن معناها ارعنا نرعك، ساعدنا نساعدك، سامحنا نسامحك. فنهوا عن قولها، إذ كأن مقتضاها كأنهم لا يرعونه إذ لم يراعيهم هو صلى الله عليه وسلم، فنهوا عن ذلك. وقيل كانت اليهود تعرض بها للنبي صلى الله عليه وسلم بالرعون، راعنا من الرعون، فكانوا يعرضون إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة، فنهاهم الله تعالى عن ذلك تعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد أزيدكم أكثر، ومن تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم حرمة نكاح زوجاته. بعد أكثر من هذا شنو؟ أي امرأة دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم أمة سرية زوجة، ما يجوز أحد يأخذها بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ويقتل، يقتل قتل. من يتعدى ويأخذ امرأة كان قد أخذها النبي صلى الله عليه وسلم تعظيما لشأنه صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. يقال نزلت في بعضهم، قال بعضهم لو مات النبي تزوجت عائشة. فأنزل الله تعالى هذه الآية تحقيقا وبيانا لعظم حق النبي صلى الله عليه وسلم، فحرم أن تنكح من بعد النبي صلى الله عليه وسلم أي زوجة أو أي سرية أو أي أمة كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم فلا تنكح. وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل كان يتهم بأن له علاقة بأم ولد، واحدة أم ولد خادمة عند النبي صلى الله عليه وسلم أو أمة عند النبي صلى الله عليه وسلم، تكلموا أن له علاقة بها. شوف النبي صلى الله عليه وسلم أرسل علي فقال يا علي اضرب عنقه، قص راسه، ما يجوز أصلا أن يأخذ واحدة من بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ولا قال، والحديث عند مسلم عن أنس بن مالك أن رجلا كان يتهم بأم ولد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني له علاقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي اذهب يا علي فاضرب عنقه. حرمة النبي صلى الله عليه وسلم ما فيها لعب، اذهب فاضرب عنقه. فأتاه علي رضي الله عنه وهو في ركي يتبرد، يعني هو في مزرعة جالس يتبرد أو على نخلة يتبرد فيها، فقال له أخرج أطلع. فنزل إلى علي فناوله يده فأخرجه علي رضي الله عنه، فإذا هو مجبوب يعني ما عنده ذكر، كشف عليه وسحبه، وهو شعر أن علي يريد قتله فكشف عن نفسه، قال أنا ما عندي شيء، ما في شيء مقطوع، فإذا هو مجبوب يعني مقطوع ذكره، فكف علي رضي الله عنه. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنه لمجبوب ما له ذكر، يعني كلامه صحيح لا يتهمونك فيه كلام، فتركه النبي صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية فلما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بضرب عنقه من غير تفصيل بين أن يكون محصن أو غير محصن عشان يرجم أو ما يرجم، علم أن قتله لأنه انتهك حرمة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما تبين أنه كان مجبوبا علم أن المفسد مأمونة منه، يعني قالوا كان لا علاقة مع هذه المرأة ويتكلم معها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله، لبيان أن حرمة النبي صلى الله عليه وسلم حرمة عظيمة ولا تضاهى هذه الحرمة. بعد أزيدكم أكثر في تعظيم قدر النبي صلى الله عليه وسلم، بعد حتى زوجات أمهات لكم أنتم، وقال الله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم
وأزواجه أمهاتهم. ففي هذه الآية رفع الله مقام زوجاته وبواهن منزلة عالية، وهي منزلة الأمومة لجميع المؤمنين، وفي ذلك من الحرمة والاحترام والتوقير والإكرام والإعظام ما يوجب على كل مسلم أن يحفظ لهن هذا الحق ويؤديه على الوجه المطلوب منه شرعا. وهذه المنزلة لأمهات المؤمنين هي من باب التشريف والتعظيم الذي أعطاه الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم، ولذا لا يجوز للإنسان أن يتعدى حتى على أمهات المؤمنين. بعد أزيدكم أكثر في تعظيم قدر النبي صلى الله عليه وسلم، إذا النبي قاعد في مجلس ما يجوز لك تطلع وتترك حديثه وتمشي، لا يجوز لك أن تترك مكانه، وينسحب هذا الكلام حتى على أحد، يعني واحد قاعد يحدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تعطي ظهرك وتمشي توقيرا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه، إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. يعني إذا كان النبي مع أصحابه يتكلم ما تطلع حتى تستأذن، وإذا كان حديثه صلى الله عليه وسلم يتلى لا تمشي حتى تستأذن، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا الآية. ففي هذه النصوص يتبين للمسلم خلاصة خطبتنا، يتبين للمسلم أن حق النبي صلى الله عليه وسلم أجل وأعظم وأكرم وألزم لنا وأوجب علينا من حقوق جميع السادات على المماليك والآباء على الأبناء، لأن الله تعالى أنقذنا بهذا النبي صلى الله عليه وسلم من النار في الآخرة، وعصم به أرواحنا وأبداننا وأعراضنا وأموالنا وأهلينا وأموالنا في الدنيا العاجلة، فهدانا الله تعالى به إلى الأمر المستقيم وإلى جنات النعيم. أي نعمة توازي هذه النعمة؟ أي منة تداني هذه المنة؟ ثم إن الله تعالى جل في علاه ألزمنا بطاعته وتوعدنا على معصيته بالنار وواعدنا باتباعه بالجنة، فأي رتبة تضاهي هذه الرتبة؟ وأي درجة تساوي هذه الدرجة في العلا عند رب العالمين؟ فحق علينا إذن أن نحبه صلى الله عليه وسلم، وأن نجله وأن نعظمه وأن نهابه، فبهذا نكون من المفلحين. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. تبي الفلاح في الآخرة؟ تعظيمه صلى الله عليه وسلم، محبته، نصرته صلى الله عليه وسلم، ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فالآية بيّنت أن الفلاح أنما يكون لمن جمع إلى الإيمان تعزير النبي صلى الله عليه وسلم، ولا خلاف أن التعزير هنا بمعنى التعظيم. فلقد سجل الله تعالى في الآية الفلاح بأسلوب الحصر أولئك هم المفلحون، أي المفلحون الذين يعظمون النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قال الله تعالى: إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. وقد ذهب سلف الأمة إلى أن الضمير في قوله تعالى تعزروه وتوقروه راجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومعناه عليكم أن تعظموا رسولكم صلى الله عليه وسلم وتفخموه في أدب في المخاطبة وفي الحديث معه. قال ابن تيمية رحمه الله: التسبيح لله وحده، التسبيح لله وحده، والتعزير والتوقير والإيمان إنما يكون برسول الله، بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم. تعزروه وتوقروه لرسولكم صلى الله عليه وسلم. لذلك لا تهونون هذه المسألة في نفوسكم وتقولون والله عادي، حرية إنسانية، كل واحد يعبر كما يشاء. صحيح، هو يقول كما يشاء، الله تعالى ينتقم منهم، إنا كفيناك المستهزئين، لكن إحنا كمسلمين مؤمنين يجب أن يعظم النبي صلى الله عليه وسلم في نفوسنا، يجب أن لا ينزل النبي صلى الله عليه وسلم عن مكانته التي وضعها الله تعالى. هذا دليل إيمانك، على قدر ما تحب نبيك صلى الله عليه وسلم، على قدر ما تتأثر حينما يجرح نبيك صلى الله عليه وسلم، دليل محبتك لرسولك صلى الله عليه وسلم. ردود الأفعال الله سبحانه وتعالى يجب أن تكون موزونة بالشرع، والله تعالى ينتقم ممن آذى رسوله صلى الله عليه وسلم عاجلا غير آجل، لكن احنا يهمنا لا تنزل هالمكانة من نفسك وتقول والله عادي وما في. شوف، خل واحد يسب أبوك، خل واحد أن يشتم أهلك، خل واحد يشتم رئيس دولة إذا ما يدفن هو أسرته وعائلته ويختفي من الوجود.
لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول والله عادي مات النبي صلى الله عليه وسلم وانتهى، لا، يجب أن يكون له مكانة في نفسك، وتتحسر وتتألم وتسأل الله تعالى أن ينتقم ممن ظلم، من ظلم النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الطعن فيه طعن فيك وطعن في دينك وطعن في رسالتك. نسأل الله سبحانه وتعالى الهداية والصلاح للجميع. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحم ضعفنا، اجبر كسرنا، تولى أمرنا، اختم بالصالحات أعمالنا، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اجعلنا يا ربي هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالف أمرك. أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، اجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا معنا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وعموم بلاد المسلمين، اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وعموم بلاد المسلمين، اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وعموم بلاد المسلمين. يا رب قنا الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن، لك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، ارفع رايتهم، حقق غايتهم، انصرهم على عدوك وعدوهم، لك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، لك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.